السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار دراسة عن بعد، اليوم سننجز الأعداد الكسرية مجموع الفرق 9 على 7 زائد 8 على 5. 9 في 5 على 5 في 7 زائد 8 في 7 زائد 5 في 7 في 5 تساوي 9 في 5 45 على 35. 8 في 7 56 هنا زائد 8 في 7 56 على 35 تساوي 101 على 35. نمر الآن إلى عملية ثانية، 4 على 3 زائد 9 على 2. 4 في 2 تساوي 4 في 2 على 9 على 2 في 3 زائد 9 في 3 على 3 في 2 تساوي 4 في 2 تساوي 8. 9 على 6 9 في 3 تساوي 27 على 6 تساوي 8 زائد 8 زائد 27 تساوي 35 على 6 9. نمر الآن إلى العملية الثالثة، 9 على 2 ناقص 5 على 6. 9 في 6 على 6 في 2 ناقص 5 في 5 في 2 على 2 في 6 تساوي 9 في 6 تساوي 54. 6 في 2 تساوي 12 ناقص 5 في 2 تساوي 10. 2 في 6 تساوي 12 تساوي 54 ناقص 10 تساوي 44 على 12. نمر الآن إلى العملية الرابعة، 4 على 8 ناقص 1 على 4. 4 في 4 على 4 في 8 ناقص 1 في 8 على 8 في 4 تساوي 4 في 4 تساوي 16. 4 في 8 تساوي 32. 1 في 8 تساوي 8. 8 في 4 تساوي 32 تساوي 16 ناقص 8 تساوي 8 32 على 32 7 على 5 ناقص هنا 7 على 5 ناقص 4 على 9 7 في 9 على 9 في 5 ناقص 4 في 5 على 5 في 9 تساوي 7 في 9 تساوي 63. 9 في 5 تساوي 45 ناقص 4 في 5 تساوي 20 20 5 في 9 تساوي 45 على 45 تساوي 63 ناقص 20 تساوي 43 على 45. نمر إلى العملية ما قبل الأخيرة، 3 على 4 زائد 8 على 7. 3 في 7
علاق 7 في 4. زائد 8 في 4 على 4 في 7 تساوي 3 في 7 تساوي 21. 7 في 4 تساوي 28. زائد 8 في 4 تساوي 32 على 28 تساوي 21 زائد 32 تساوي 53 على 28. ننظر الآن إلى العملية الأخيرة. 9 على 3 ناقص 7 على 8. 9 في 8 على 8 في 3 ناقص 7 في 3 على 3 في 8 تساوي 9 في 8 تساوي 72 على 8 في 3 تساوي 24 ناقص 7 في 3 تساوي 21 على 24 تساوي 51 على 24. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في قناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.